بالنسبة للأستاذة فاتن بتتكلم عن مسألة إنها بترفع إيديها بالدعاء عقب الصلاة، وبتقول إن قالوا لها إن ده بيبطل الصلاة. أولا حضرتك بتقولي أنا سلمت وخرجت من الصلاة، وبعدين بدأت أدعي في المكان اللي كنت بصلي فيه وبرفع إيدي بالدعاء، حضرتك أتممتي الصلاة ملوش علاقة بالصلاة ولا شيء حتى في ذلك، وربنا يتقبل. ولا نلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بالدعاء، وأمرنا ونحن ندعو الله إن إحنا ببطون الأكف نسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. ورد من طرق كثيرة جدا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة في الدعاء يا صاحبة السؤال. فلا بأس رفعتي إيديكي وإنك تسألي الله سبحانه وتعالى، وبنرفع إيدينا هكذا لنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته.